إخوتي في الله، قد دخلنا في باب في التقوى. ذكرنا الأمس معنى تقوى لغة وشرعا. Yesterday we mentioned the meaning of taqwa linguistically and legislatively. اليوم نقرأ الآيات التي ذكره المؤلف. Today we're going to read that verses that the author mentioned. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Worship Allah, all you who believe, fear Allah as you ought to be feared. And the taqwa الذي يستحقه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يستحق أن يتقى. Allah سبحانه وتعالى, He deserves that we have this taqwa for Him. الله سبحانه وتعالى يقول واصفا لنفسه: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أي هو أهل أن يتقى وأهل أن يغفر من اتقاه. Allah subhanahu wa ta'ala, He's worthy of us having taqwa for Him, and He's suitable and He forgives those who have the taqwa for Him. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul fattaqullaha mastata'tum. Fear Allah, have this taqwa of Allah as much as you can. فالناس يتفاوتون في التقوى. فلا بد أننا نطلب المزيد من هذا الأمر العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala says, fear Allah as much as you can. And verily, we differ in the amount of taqwa that we have. So if you always ask Allah subhanahu wa ta'ala for an increasement in it. إخوتي في الله, التقوى حال المؤمن مهما كان. وهو يعبد الله سبحانه وتعالى على التقوى. Taqwa is the condition of the Muslim all the time. He worships Allah with taqwa. فلذلك Allah subhanahu wa ta'ala يَأْمُرُ عِبَادَاتِ أَنْ تُقَامْ بِالتَّقْوَى. The very acts of worship, Allah subhanahu wa ta'ala commands us to worship Allah with taqwa. كَمَا يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. All you who believe, fear Allah and say a statement that's straight and direct. فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كونوا مع الصادقين. يعني راقب الله في هذا الأمر. نعم. All you who believe, fear Allah, be with the righteous. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. All you who believe, fear Allah and look at what you do tomorrow. إخوتي في الله, ومن تقوى الله أن يراقب الله في هذه المساجد ومع هذه الجوالات. ما أعتقد في صميم قلبي أن الرجل يرن هاتفه أنه يسلم من الخطأ وأنه يسلم من الذنب أزعج المسلمين في صلاتهم. والله سبحانه وتعالى, النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يأكل الثوم والبصل لا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أهؤلاء الذين حوله في جهته مع ثوم البصل. أما الحاتف قرن المكان كله وأزعج المسلمين كله. اتق الله يا صاحب الجوال, قد ذهب الأجور فتركب عليك السيئات. لا تغفل, هذا بيت الله, هذا بيت الله. مسكين مسكين الذي لا يقلق حاتفه, مسكين مسكين الذي يمن حاجته, مسكين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أموالنا أحوالنا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.